في لغة الجغرافيا اسمها البحرين، وفي كتاب التاريخ هي السجل المفتوح للحضارات وموئل الأصول والجذور ولؤلؤة الخليج. من زمن الإنسان الأول إلى عصر الإنسان الآلي أكثر من 5000 عام من عمر الإنسانية، يضم رموزها المتحف الوطني للبحرين الذي ارتفع صرحاً قبل 25 عاماً في موقع مميز على ساحل البحر، أول متحف في الخليج العربي تحاكي مواصفاته الحداثة والعالمية. هو ليس مجمع التاريخ فحسب، بل هو عنوان الاستمرار والانتماء، إنه الهوية. في كل مكان، في كل بقعة، الشعوب تعتز بتراثها، بهويتها، بما يمثله، ما تضمه متاحفها. متحف البحرين الوطني الذي يتحدث عن حضارة عمرها 5000 عام نعتز بها، نفخر بها، نبرزها، نوظفها كأجمل وسيلة ترقب الزائر، وفي الوقت ذاته نعلم أبنائنا أن هذه المحطة الأولى التي منها يتعلمون تاريخهم، ودون أن نعرف تاريخنا لا نستطيع أن نبني مستقبلنا. متحف البحرين الوطني فكرة تبرعمت في 60ات القرن 20 وتجسدت سنة 1988 على مساحة 123,000 متر مربع. It was a great challenge to design a museum in this very different culture from what I normally was working, to come to Bahrain with a very enthusiastic client. And also it was a question of designing a new concept for, again, a different culture, having to adapt modern architecture into an Arabic world. The marvelous thing about the client, they were very keen to ensure that we did the right thing and that the museum would be a good working place for research and, of course, even more important, to be a good museum for exhibitions of the local heritage. I feel a lot of inspiration came also from the local heritage. Not that we were copying it, but transforming in a way so it was a modern version of the local Bahraini heritage. في داخل المتحف تصبح الحضارات جزءا من العين والرؤية لا من الذاكرة. هنا آثار حضارة دلمون التي تؤكد أن الإنسان عاش على أرض البحرين قبل الألفية الثالثة. ما يميز حضارة دلمون أنها كانت مرفأً للعالم وشكلت محطة تجارية مهمة جداً على مفترق الطرق، مما ساهم في غناها الثقافي وانفتاحها على العالم. وأهم ما تعرضه القاعة مجموعة أختام دلمونية مستديرة نقشت عليها رموز لبيئة البحرين. قبل حضارة دلمون تؤكد بقايا الأدوات الحجرية والصوانية كالقوس والنشاب التي عثر عليها جنوب البحرين على أن الإنسان الأول الصياد عاش في البدايات عندما لم يكن هنا سوى البشر والبحر والمعدن في حالته البكر. الحاضر هنا بدأ قبل 5000 سنة، والماضي قبل دقيقة واحدة. هذا الماضي هو أيضاً رفات الأجداد الذي جبل تراب الوطن محفوظ في أقدم وأكبر مساحة لتلال المدافن. هياكل بشرية وعلامات حياة ماضية تخلد ذكرى من عمر، علا ورحل. تراكم التاريخ في البحرين يؤدي بزائر المتحف إلى ملاقاة رموز حضارة تايلوس وكل تراث العقل والفلسفة لدى الإغريق آباء الفكر والمنطق،
وتدل الفخاريات والخزفيات والمقتنيات على التغيرات التي طرأت على نوع الحياة في حقبة تايلوس التي امتدت 400 عام. روعة المكان تبرز أيضاً الحضارة العربية ولغاتها قبل وبعد الإسلام الذي دخل البحرين في العام 7 للهجرة. آثار آيات محفورة ومسجد الخميس أقدم مساجد الجزيرة العربية، كل ذلك يؤسس لبنية تحتية للثقافة والسياحة الثقافية ومد جسور التواصل مع العالم. فالمتحف هو الاستثمار في الفكر والتاريخ والمعرفة. أول ما يلفت انتباهي في ملاحظات الزوار انبهارهم بالمبنى، وحين نقول لهم أن عمره 25 عاماً تكون الدهشة أكثر، لأنه ربما متجدد بالعروض التي نقدمها، متجدد بالمعارض التي يستقبلها، متجدد بحيوية العاملين فيه. لون الحاضر يطغى في فضاء المتحف الذي هو أيضاً خشبة الفنان ولوحة الرسام. أنوار المتحف تدل على عصر الأنوار الحديث في البحرين، الجزيرة التي تبدو في الليل كغابة ثريات تشع أضواؤها على الضفاف، مملكة عرفت أن حدودها خارج مساحتها ورسالتها خارج حجمها، وجوهرها في ثنايا التاريخ المتصل بآفاق المستقبل.